السلام عليكم ورحمة الله. مقطع ثقيل ومن نوع غريب، ولكن معاي طبعا أساطير الطبخ في العالم العربي والإسلامي. حياكم أستاذ رايد، أستاذ مودي الأسمر، أحد أفضل الممثلين في الشرق الأوسط. حبيبي على جوائز كثيرة. حبيبي أول شيء، آخر مقطع طبخ يا جماعة يمكن له تقريبا فوق السنة، والله ما... لا مو سنة، 6 شهور 7 شهور، كان دعمكم عليه رهيب، بنستمر على ذي المقاطع إذا أنتم دعمتونا. تريسونا من إيش؟ اللايك ومن إيش؟ وأكيد أنتم ما تقصرون معانا. S6B قناتي تبي تحطها؟ أكيد S6B يا شباب أفضل قناتنا قناتنا تفتحت الله يعين. طيب سنعود بعد قليل. طيب الآن في عد تنازل. عد تنازل لإيش يا أحمد؟ اللعبة، وبإذن الله أنها تكون اللعبة اللي الكل يستمتع فيها. اللعبة وأنا أصور لكم المقطع باقي ما افتحته، ولكن إذا شفتني الآن عرفنا افتحت. عدد الناس اللي حملوها ينتظرونها تفتح يا جماعة هو 10,355,000. طلاق اللعبة الرسمي بيكون 26 أبريل اللي هو اليوم. هذه اللعبة يا جماعة بشارككم إياها جديدة، اسمها هونكاي، لعبة قتال استراتيجي، وخرائطها كبيرة ومفتوحة وداخلها ألغاز تحلها، واللعبة مجانية تقدر تحملها على جوالك سواء كنت جوجل بلاي أو كنت أب ستور، وبرضو تقدر تحملها من إبك ستور إذا أنت بالبي سي. إبك ستور وحقين البلاي ستيشن أبشروا بالخير، كامينج سون، قريبة بتنزل لكم. العوالم والأماكن والشخصيات في اللعبة كثيرة مرة، تقدر تروح للفضاء، تقدر تركب مكوك فضائي أو سفينة أم عملاقة بين النجوم أو كوكب ملفوف متجمد. فيها أكثر من 20 شخصية، بمجرد أنك تحمل اللعبة على طول تنفتح لك، وإذا حملتها من الرابط اللي تحت أبدفك 80 جفزة فوق، يعني برفع ليفلك وبضبطك. وحاط لكم برضو بالوصف رمز، إذا استخدمتها راح تربح جوائز داخل اللعبة تستخدمها باللعب وتطور شخصيات وتلفل أكثر وأسرع وأحسن. يعني ما قصر، ضبطتكم وضبطتوني. حاطت لكم رابطها تحت يا جماعة، أذكر لعبة مجانية وإن شاء الله تنبسطون فيها. رابطها تحت، قبل منها منكم مرة ثانية، مشاهدة ممتعة. المقطع اللي بنهبد فيه كثير وما لا عدنا. عندنا راح نسوي طبخة، طبخة معروفة كبسة، ولكن تم ما قبله راح يكون في واحد في المقطع أعمى، وراح يكون في واحد في المقطع ما يتكلم، وراح يكون في واحد في المقطع ما يسمع. ثلاث أشياء كل واحد بينقص من الأشياء هذه، يا ما تشوف أو أنا ما أشوف أو تشوف، بسوي قرعة بيننا. خل القرعة، إيش خايف أنت؟ ما أنا خايف، أنا خايف كل شيء واحد يكون أعمى. ما أبي أنا مرة نبي قرعة شيخي. طيح النظرة 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 لا تهاوش من ما متهاوش والله صابعك فاضي ما شاء الله النص لا لا وقف انا ذا لا انا سباب السباب اشهد ان لا اله الا الله انا بالسباب يلا طيب انا ذا طيب صح لا 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 انا ايش ما اسمع راضي راضي ولا نفس ولا نفس السبابه خليني لا دقيقه عيال قسما بالله اللي بيغلط في لعبه اني نحط عليه كل العقبات اعمى وما يتكلم وما يسمع بحط تتكلم مو انت انطلع نفسك انطلع نفسك حكم احمد حكم عندك حكم عندك نايف احمد تعطيني بدل خطر هاي دي يمكن يطعني ولا ما عندي والله خلود ايه ما شوف ما شوف لا والله ضرب والله ضرب عاد 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 حط بس شكونين دي حط لا 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 مو الحين ابدا مو الحين ابدا اقسم بالله لا اضرب رايد رايد رص يدينك عشان ما تضرب ولا شيء قولوا قولوا ما حد يقدر يضبط زين قولوا اقسم بالله طر طيب باقي انا لحظه هذه سماعه يا جماعه عازله الصوت اللي فيها مو بواضح يعني الصوت اللي برا ما اقدر اسمع بحطه على اذني واكون مشغل مقطع ما اسمع ولا شيء ممتاز طيب عيال انا اعمل ليه ما تنفس ليش تدين خشمي اسكت والله انا ناوي شر اقسم بالله عليك لا لا اعرف باذن والله اعرف شغلي مقطع لا مقطع لا لا شغل لي سيرة النبي يلا يلا نبدأ أنا ما أسمع يا عيال ترى والله ما أسمع ما أدري إيش قاعد تقول 1 2 3 السلام عليكم يا جماعة رجعنا لكم أنا ما أشوف ما أدري إيش قاعد تقول بس ركز معك أنا إحنا بنسوي كبسة يا عيال ما نبغى أصوات الداخل مو أنت مالك دخل بس ما نبغى أصوات الداخل حلو بشغل بدنا قصة الشيخ نايف الله يعين نبدأ طبخ يلا نبدأ طبخ نبدأ طبخ نبدأ طبخ مودي 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 قطع ايه قطع بصل رايد افتح الدجاج افتح الدجاج مودي اسمع الحين هذا ما يسمع قطع مودي اسمع مودي يا رجال يدك نظيفه قطع قطع اي ما تقدر تكلم مودي بس اسمعني انت صح ابي سكين وينه امسك ايش تبغى سكين
يبغى سكين. هذا ما يفهمني. أيوه. أنت بس طعنا. هذا هي طعنا تعال. يا يا طلع الدجاج مقطع. مقطع. تعال حد فينا يتكلم ولا شكتين ترى ما أدري. ما يحتاج. راجع حطيت لك هذه. وش هذه؟ الدجاج مقطع. إيش ذي؟ تبغى سكينة؟ لا لا لا. تبغى تقطع لحالك؟ لا 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 لا. الدجاج مقطع جاهز. مقطع جاهز. انت انطمت رق قروشه ايش تبغى دجاج بتحط الدجاج وبتقطعه بتطلع بس لا اطلع وجهك دجاج شوف شوف احمد طيب دجاجه اي طلع دجاج اي مقطع وجاهز اوكي اوكي تمام 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 مقطع وجاهز قطع البصل طلع دجاج الباقي طلع دجاج الباقي طلع دجاج الباقي يا ولدك بيطيح الدلك تعال انا شفته الان يا عيال احنا مودي الان انت قاعد تقطع بصل صح معجون طماط خلى عندك رايد نطلع هذه رايد هي ما تطلع دي اوكي اوكي ممتاز خلاص الان احسنت رايد ابيك تغسل الدجاج رايد خذ الدجاج غسله غسله ولا عطني انا بغسل اسمع انت شوف ساعد مودي ساعد شلون ساعد في واحد صاحبي اسمه احمد محسن تعبان نفسيا عايزين فيديو يفرحه احمد محسن بهارات شلون؟ ها؟ بهارات شلون؟ ايش تبغى؟ بهارات باستا بهارات الصلصة برا؟ ايه برا برا بهارات بهارات هذه بهارات هذه بهارات هذه بهارات وين؟ هذه بهارات ها؟ لحظة موجودة عندي موجودة عندي اي حطها على الطاولة حطها على الطاولة رايد الرز الرز طلع الرز يا رايد الرز وين الرز؟ مودي وين الرز؟ مودي وين الرز؟ نبغى صحن الرز مودي احسنت يا ابو خالد احسنت والله برافو عليك اقسم بالله كم واحد حلو يا عيال شغلكم رهيب ركزوا معي يا عيال الان قطعنا البصل تمام بصل مقطع رايد الرز عليك الدجاج غسلناه جاهز الان البهارات موجوده ناقصنا الزيت يا عيال ناقصنا الزيت عارف وز بدي عارف وز ايش قاعد تسوي اربعه ليش بدك كبيته عارف بدي وين كبيته زاد كله ما خلص خمسه يا ولد الله يقطع ابليسك امسك 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 كوب يا اخي امسك كوب كوب لا حول ولا قوه الا بالله يا ويلي ما اسمعك ايش قاعد تقول وشو؟ شو يقول؟ اقول لي انا ما فهمت كلب انا كلب لا لا يعني انا كلب صح؟ لا 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 عطني سكين لا 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 مو 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 انا انا هو هو اطعن امك اه هو هو انا يوجع والله يوجع ليه يا ابو اذن صغيره مره رايد رايد غسل غسل ولا هات انا طلع الزيت طلع الزيت مودي نص ساعه يقطع زيت اقسم بالله مو طبيعي مودي ليش لا لا هذا انا هذا انا هذا انا يا الاعمى لا لا مودي قطع البصل يا حمار ما في شيء قاعد قاعد قاعد
واحد يحسن بجلال الله. الله يقطع بيسكم. يجوز الضوء يجوز الضوء احمد بالذبه يا ولد. الله يرحم والدينك. رايد حبيبي حبيبي. لا 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 قاعد يقطع قاعد سكين سكين عندك سكين عندك سكين سكين سكين. انا وصلت عند الكعبه يا جماعه الان لبست شيخ مالك. ها ما اسمعك. وش هذا الساعه؟ ترى حر مره وماني رايق استعجل. طيب ساعدوني. طيب انتوا قاعدين تطقون يا عيال. يلا يلا شغل غاز شغل غاز. والله هو شوف رايد خليك معنا خليك معنا تمام. تعال هنا جاهز. تعالوا هنا حطه كله. ايه ايه هلا هلا عماد لا تكلم. حطه كله. ها لا 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 حط حط البصل حط البصل. يا سلام الملعقه وين؟ هذه ملعقه. يلا يا عيال جهزوا البهارات جهزوا البهارات. طيب نبغى نرجع مع بعض يا عيال نبغى نرجع مع بعض. حطينا البصل نحن حطينا الزيت حلو بعدين البصل بعدين احط الحمس البصل. يا سلام ما حطينا البصل للحين. اه طيب الطماطم طماطم باثروم طماطم طماطم. ايه معجون طماطم موجود. ها ما قطعنا طماطم مو بلازم طماطم عندنا معجون طماطم تمام. صلصه سلطه صلصه سلطه. اي سلطه مستر سلطه سلطه نقرا كلنا ونموت. صلصه معجون طماطم. ايش بغيت الحين؟ الحين نحط الصلصه عشان البصل الان بيحترق ترى. يلا بسرعه حط الصلصه واحمس صلصه بعدين تحمس الصلصه مع الزيت حركه مع الدجاج. اي حط الدجاج. اي بعد الصلصه بعد الدجاج بعد الصلصه بعد الشطه. اي بعد الشطه بعد الشطه بسرعه. طيب حطيت الصلصه سلطه مستر سلطه حطيته. حطيت ايش؟ سلطه سلطه سلطه. اي 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 ترى ما اسمعكم يا عيال انا قاعد احط بس بس كان في دم شوي. اما اي يلا بتسحر حالك بطل اطلبوا لي يا شباب. يا عيال حطيت كل شيء. ها طبخه وانا ما اشوف. طيب يا عيال حطيت كل شيء تسمعوني. ايه حركه. ايه يلا يلا حركه. طيب رايك شو اسوي الحين؟ مويه مويه مويه. اي بس ما سخنا مويه قليله. ايه معجون طماط نحطه الحين. يلا نحط معجون طماط. حطه كامل. ها حبه كامله ها رايد. حبة كاملة حبة كاملة. ايوه حبة حبة كاملة. نايف شغل البيبي شت الزرورو. نايف غير بيبي شت الزرورو يرحم امك. شغل له شيلات يلا رايد. اسمع احمد زود زيادة ازود شطة؟ لا ازود بهارات بهارات زود شوي ازود بهارات شوي زيادة. ابعد اكل ها الملح تحطه انت؟ لا تجيب فينا العيد. طيب تعرف الوزنيه رايك ترى ما الوزنيه الملح انا والله بس بس وين قدر؟ ها ودي ها ودي لا تخلص خلاص اخلط 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 حرك حط المويه المويه مويه؟ مويه اي مويه مويه هذي احمد اي لما تربط الدجاج شوي بس احمد ها 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 ترى ما اسمع يا عيال في حاجه على المويه لا تغرق. اه آه زياده لا لا تحطها كلها نص بس. ايوه ايوه, أيوة. ما عندك ليمون اسود رايد؟ بنحط معجون بنحط صلصه صويا. يلا المفروض بس انه اخلط زياده المفروض الدجاج فيه مره حمره مره تاكل معاها بس اخلط زياده بس ما يسمعك بس ها آه حطينا كثير مره ترى لا ادري اخلط كثير مره ايش اخلط اخلط اي ما اخلط كثير ما يبقى من فوق صار لونها بني رايد كويس ما عليه بس اخلط زياده خلط خلطنا مره كويس. الملح كيف مزبوط الملح؟ اي ان شاء الله نقفل الحين نكتب. اي قفلوا 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 15 دقيقه. ها قفله اقفل 10 دقائق 15 دقيقه قفل 15 دقيقه. ايوه يس يلا 12:40. اي لا تبغى ما ايش هذا؟ هذا ايش؟ تبغى بصل طماطم فلفل اخضر تفاح ما حد يدري وشو ما حد بالدنيا ايش يبغى هذا يا اخي تعال فهمني وش 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 فهمني ايش تبغى ها ماذا لا سيد يتكلم ايش تبغى بصل بهارات بصل طماطم
خيار ثوم. اشكال اشكال ثوم 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 هوب فلفل ايش في امك عطر انا قاعد ماني قاعد يا عيال صعب مره الموضوع ريحه 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 حاره ريحه فم وش ريحه فم ريحه فم ثوم اوكي اوكي ثوم 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 يا الله يا سلام يا سلام يا سلام نقفل عيال ايه قفل اقفله ايه 15 دقيقه 15 دقيقه في الحين ايه يلا قفل يعني يلا ناخذ بريك وفك شوي ايه لازم ناخذ بريك واحد اثنين ثلاث يا عيال بتكلم يا انتم يا الحمد لله على نعمه السمع والله يا الله بالعافيه اقسم بالله ما اسمع شيء مره تعب عرقت عرقت مره عرقت يا ها ايش اي صدعت 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 15 دقيقه ونرجع لكم ابغى نتفش طيب رجعنا لكم بعد 20 دقيقه يلا واحد اثنين ثلاثة شغل لا اصبر اصبر بلزق انا بلزق يلا غطي عينه غطي عينه مودي مودي غطي عينه لا 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 تنقطع لا تنقطع لا تنقطع مودي مودي شوف وجهي يا عيال انا اللي بذوق انا اللي بذوق اسلم اسلم رايد وجهه طويل طيب هو يشرب ها رايد يبغى يشوف الطبخه يبغى يذوق الطبخه يلا 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 تعال طيب تعال ريحه حلوه صح طيب يا عيال مودي ركزوا معاي في تش ولا ما يقول تش الحين بس اقدر افتح الحين ايه الحين اقدر افتح لا ينفجر علي يا مود ايه افتح الحين ايه والله ما افتحه والله ما افتحه مود يفتح يا مود افتح عشان تذوق الجن والله انه مودي ما عليه مودي اجي اقسم بالله العظيم يلا بفتح يلا بسم الله واحد اثنين بسم الله اوكي والله الشكل ما شاء الله ما اشوف انا بذوق بس ما اشوف جيب ملعقه هي ما يذوق انا اول واحد يذوق طيب مين بيذوق عيال انا 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 في مرقه في ذوق ذوق ايوه بعيدة يا ابوي قرب ضيعت فمي ها ايش يقول ها شطة شطة الملح الموية وش يقول يا أخي ناقص ملح ناقص ملح الملح إيه الملح إيه البهارات لا الملح البهارات والله دقيقة والله دقيقة وشو الملح قليل الملح بزيد ملح انا بزيد ملح انا بزيد ملح شوي حط شوي بس حط لي انا على وزني يا احمد كذا بذوق انا طيب بذوق انا يلا ذوق ممتاز ممتاز يا حلو ممتاز ممتاز بس بزيد الملح شوي اوكي الحين بنحط الرز يا عيال صح؟ ايه بس حطه على النار الحين ها؟ او حطه على النار قهوه ايه قهوه شاي سوي الشاي اعتمد هذا يلا مرحبا لا عليهم استقبل قهوه مين؟ قل له نحطه على النار واذا قال بوك 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 نكبر يلا اشرح اشيل القدر احطه هناك إيه؟ بعدين انتظره ارفع على القدر اوطي على القدر اوطي على القدر اوطي على القدر ارفع على القدر ارفع على القدر خلي نار قويه حلو خلي نار قويه بعدين ايوه شي ايوه شي يبقبق يبقبق ايوه بعد ما يبقبق احط الرز يا سلام. يلا يلا بعدين اكبس عليه يلا, يلا. صوت حفاضه اسمع صوت حفاضه اسمعني اي اسمعني يعني هذا بحطه ما ادري ايش هذا بحطه يا عيال احمد يا عيال بحط هذا ها كيف لي والله ما يسمعني ترى حطيت فلفل اخضر رايح حطيت فلفل اخضر حط رجلك
الحين حاطه زمين حاطت فلفل اخضر عين رايد مودي ما يسمعني جيبكي لا تخاف جيك عاشرين اليوم احمد ها ها احمد مودي سولف ها مودي سولف مودي سولف مودي قسم بالله يسولف هاي سولف انت بجد ايوه قبل لا يبص وقعد يسكت نظري ايه نظري شكله شكله وش بك رايد ها تعال هكم غط عينه تكلم تكلم ها تكلم صح رايد اي تكلم هو هو فكها انت فكها رايد لا 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 رايد 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 والله مو انا احمد اسمع مودي مودي شك هذا شلها ايوه قال لي والله لاحط رجلي بحلقك شلها وحط رجلي بحلقك عقب هو يقول كذا يقول لاحط رجلي بحلقك هو يعقب هو يعقب يعني لازم عقاب العقاب انه هو يسكر يسكر عيونه ما يشوف ما يسمع اي لازم مين هو اموت ما يشوف ما يسمع ما يتكلم تعال انا بخلص الطبخه دي الله يرحم والدينكم طيب سالفتي يا عيال لا يجي شرب الكبسه لا يدخل شرب بالصحن طلع 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 هو طلع بقفل عليه بقفل عليه شوف ظله صار جيب السمسم السمسم مين سمسم مين لا احمد سمسم مشو ها لا سمسم لا ايش يقول يقول لي وقت قصير ايه ايه لا اطلع سريع سمسم لا وشو سمسم تمر 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 سمسم لا احمد خلنا نشوف والله ابيك الطاولة احمد سم لا سم لا زبيب لا اي زبيب زبيب لا ما حطيت زبيب يا عيال والله وين هذا اللي يقفل عيال ما راح اشتغل انا ما اقدر والله تعبت والله انا ما اقدر ايش فيه علمني انت ليش تحط سمسم ها سمسم أسنان أي أسنان 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 ثاني حرف حرفين الثاني حرفين إيه حرفين لا لا لا, لا, لا. كلمتين أسنان أسنان إعصار أسنان أسنان أي أسنان ثاني حرف وشو أول حرفين لا لا, لا. أول حرف أول حرف حاء ثاني حرف ثاني حرف ساء يس حس يا لا حس لا لا لا, لا. أول حرف حس أول حرف أول حرف ساء يس ساء أول حرف ساء ميم أول حرف ساء ثاني حرف ميم ثاني مودي مو أول حرف من مودي أيوة. ما سم يس سم ما حطيت سم 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 حطيت سم سم حطيت إيش بي سم سم حطيت وين بالرز كبيت سم سم إيه كم كبيت سم سم يعني ما حطيت سم سم بلا كبسة ما في لك هات سم سم والله أشوف والله والله شوف لا والله ما اقدر ما اقدر حط سمسم حط سمسم لا رايد لا لا رايد لا ممنوع ارجع لا رايد لا وقف حط سمسم روح يا رايد سمسم لا رايد ارفع تحط سمسم في الاكل ليش تقول سمسم رايد لا بكس 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 فكه بكس يا هذا ما يسمع ولا ما يشوف مين ما يشوف حطوني يا عيال قسم بالله العظيم انت بلا تسبني عيال ايش فيكم انا اللي ما اشوف انا اللي ما اشوف انا هذا انا ما يدخل هذا هو هنا يسار 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 هو يسار طيب قدام 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 منه منه يسار 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 you
طا حبر هذه 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 هنا طا اما هذه اما هذه ليش ننتظر وحنا ما نشوف ليه ما فهمت وقت بريك بريك باقي كم دقيقة لا 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 بريك مودي ايه مودي تبغى تشوف ايوه لا لا لا, لا ما اقدر الوقت اذا فتحنا اذا فتحنا الصحن بنشوف ما احنا قاعدين نسوي شيء واقفين لا اذا طلعنا الصحن بتشوف طيب احنا الحين ما قاعدين نسوي شيء كذا واقفين بس ليه ما تخليني اشوف انا ما اقدر اشوف انا ما قاعد اشوف اي عادي لا تشوف الحين اصبر ليش ويش ليش لانه بيخلص باقي دقيقتين ويخلص الحين وين دقيقتين تو اصبر الو اصبر ايوه باقي اي اصبر اصبر شوي اصبر شوي يعني نشيل لا اصبر اصبر انا زي حاكم معاقبه عقاب ما فهمت ايش يقول يتكلم 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 مودي يتكلم مودي يتكلم شوف شوف لا مقفل قاعد اشوف قدامي والله والله مقفل اقسم بالله انه مقفل يا رايك مقفل والله والله هذا لا 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 خلع خلع اي صح خلع صح اي وربك خلع ثواني ثواني خليك 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 والله تغطي عينك والله والله تغطي عينك ايه تدري البس هات ايه هذه هي عطوا والله العظيم انت قاعد تسمع من اليوم قاعد تنبض والله انت خربت من اليوم من اليوم والله والله انا ما احتاجك يلا والله من اليوم والله شوف اجي مودي ايوه يلا خليك وقف حسين دادار تعالوا يا دادار لا 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 والله بعد مرور يا جماعه الخير 15 دقيقه اسمي بالله ناخذ كبسه الحواس بالله بعرف مني اي انا ريحه مطمنتني طيبه لا لا طيبه والله صح يا رب بسم الله الرحمن اوه لا لا اطمن الله اطمن يا عيال اطمن 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 تكفي تكفي ان شاء الله شوف تبي اقلبها الله اكبر يا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا عيال والله بدينا بدينا والله بدينا يا عيال والله بدينا بدينا هذه خليها لي ها تم 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 لذيذ والله لذيذ شوف الحكاكي يا سلام اقسم بالله والله ما توقعت تنجح مره بس نجحت تقييمك مبدئيا انا اشوف انه على الشغل اللي سويناه نعطيها والله درجه عاليه جدا والله مره حاجه يا جماعه ممكن احنا ما نستين فيها شعور انك ما تسمع ولا ما تشوف ولا ما قسما بي على احمد ربي والله انها نعمه اللهم لك الحمد يا رب العباد والله يعوضهم ان شاء الله بالجنه عموما اتمنى استمتعتوا بالمقطع على هذا اليوم مقطع جميل نشوفكم الان نروح ناكل ونشوفكم ان شاء الله في مقطع اخر وترى برضه في طبخه بقناه مودي بس ما ادري مين بينزل اول وهو علم اللي صاير برضه بصور الحين حرك كل شيء صلوا على محمد في امان الكريم مع السلامه